يتألم الإنسان إذا فقد رفيق، يتألم الإنسان إذا فقد عزيز، يتألم الإنسان إذا فقد حبيب. أحيانا تشوف أكو أشخاص وحقك يوصل إلى الانهيار، يعني ينهار. نعم، إذا فقد لعزيز، هذا اللي يفقد لزوجة مثلا، هذا اللي يفقد طبعا زوجة يحبها، هذا اللي يفقد لوالد، يفقد والدة، هذا اللي يفقد أمه، هذا اللي يفقد أخوه، نعم، هذا اللي يفقد لصديق. وحشة الفراق والبعد وحشة مؤلمة جدا تصيب الإنسان.